تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. انطلقت صباح اليوم الخميس الدفعة التاسعة من مهجري حي الوعر في حمص وسط سوريا بعد تأخير لمدة 24 ساعة بحسب ما أفاد به موقع سمارت نيوز. وكان الأهالي الخارجين ضمن الدفعة التاسعة باتجاه مدينة جرابلس تجمعوا صباح أمس الأربعاء لتغادر الحافلات تباعا وسط تفتيش دقيق لقوات الأسد عند حاجز الشؤون الفنية شمالي الحي. من جهته أعلن المجلس المحلي في حي برزة في العاصمة السورية دمشق تعليق لجنة المفاوضات اتفاق الخروج من الحي مع قوات الأسد لعدم تنفيذها بند إطلاق سراح المعتقلين. وأوضح المجلس أن أحد بنود الاتفاق يقضي بإخراج دفعة من معتقلي الحي بينهم نساء بعد خروج الدفعة الأولى من المهجرين، إلا أن نظام الأسد لم ينفذه. أثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا على كبح جماح بشار الأسد وحليفته إيران. وخلال لقائه بالبيت الأبيض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد ترامب على ضرورة وقف القتل في سوريا. من جانبه أعلن لافروف أن موسكو وواشنطن ستعززان التنسيق لتنفيذ اتفاق التهدئة في سوريا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 450 ألف مدني محاصرون في المدينة القديمة في الموصل جراء الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي داعش. وقالت اللجنة إن المدنيين يواجهون خيارات قاسية للغاية مع نفاد الغذاء والماء، وأن الرضع وكبار السن خصوصا ضعفاء للغاية ويواجهون خطر الموت. قتل قيادي في ميليشيات الحوثي واثنين من مرافقيه في معارك مع المقاومة الشعبية في محافظة شبوة اليمنية، واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة والانقلابيين في منطقة طوال السادة في مديرية عسيلان في شبوة، أسفرت عن قتل القيادي الميداني شرف علي جاهم. أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان تخصيص 100 مليون دولار لإعادة إعمار اليمن، بينما وعد البنك الدولي ب 200 مليون دولار. جاء الإعلان في اليوم الأول لاجتماع التعافي وإعادة الإعمار الخاص باليمن الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلين عن 50 دولة ومنظمة ومؤسسات مالية دولية. يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره سيلتا فيغو الإسباني على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم في مباراة إياب الدوري نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي. ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو يضع قدما في المباراة النهائية بفضل فوزه خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدف نظيف. نهاية الموجز، في أمان الله.